واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة فراولة. شوكولاتة. فانيلا. لديك هنا شوكولاتة رائع، سعرها 2. حسناً أو لا، هذه غير حقيقية، أريد واحدة أخرى. واو، الفراولة رائحتها جميلة. هذه ليست حقيقية أيضا، أعطني أخرى. أوكي. أوه، ما هذه النكهة؟ فانيلا. فانيلا. ليس مجددا. بوخ. فلنذهب إلى المتجر ونشتري الحقيقية. هيا. نعم. البوظة. ها أليكس، انظر، إنها هنا. واو، إنها بوظة الأمندات. قبل أن أشتريها سأرى مكوناتها. حليب، سكر. سكر؟ السكر مضر بالصحة. أليكس، لنصنع البوظة بأنفسنا. يجب أن نشتري جميع مكونات البوظة التي سنصنعها في البيت. هيا أليكس. واو، بطيخ. يهو. هذا هو البطيخ، فلنأخذها. أناناس. نعم، أناناس، لنصنع بوظة صحية. أين التفاح؟ هيا خذ بعضا من التفاح. أليكس، لقد نسينا التوت. حسناً، هيا لنذهب. أوكي. والآن سنذهب للبيت. هيا بنا نبدأ بصناعة البوظة بدون سكر. واحد، اثنان، ثلاثة. واو،
لدي خلاط. بماذا نبدأ؟ الأناناس أم البطيخ؟ أناناس. أوكي. أناناس. حسناً. واحد. المزيد. اثنان. لذيذة. ثلاثة. واو. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. أظن أن هذا كافٍ. حسناً. واو. هذا يكفي. سنعبئ في قوالب البوضة. قالب وحيد القرن. واو جميل. وقالب الفلامينغو. فلامينغو. ضع واحدة. البطيخ. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. لنبدأ. أيعجبك؟ هذا مضحك. واو. الآن فراولة. الفراولة. حسنا. واحد. سبعة. سبعة. ثمانية. ثمانية. تسعة. هذا غير صحيح. اثنان. اثنان. سبعة. سبعة. ثمانية. أوبس. واحد. واحد. اثنان. سبعة. تفاح. حسناً. التفاح والكيوي. هيا لنقطعها. واحد. اثنان. ثلاثة. أوهو. واو. رائع. أتحب الكيوي؟ نعم. واحد. اثنان. ثلاثة. رائحتها جميلة. نعم. وخالية من السكر. واو. تفاح. لنغلقهم. ونضعها داخل الثلاجة. تفضل. شكرا. واو. بوضة بدون سكر ويمكن للجميع ان ياكلها. لذيذة. شكرا. مرحبا. اريد بوضة.